آله وأصحابه ومن والاه. بما أنني آخر المتكلمين فإنني سأقدم خلاصة أو سنتاج لما تفضل به الإخوة جميعا، ولذلك اسمحوا لي أن أعود بكم إلى بداية البداية. بداية البداية هي ماذا؟ هي أن جيل الاستقلال من حقه أن نحدد له أو أن نعمق له أو أن نبسط له معنى هذا الجهاد الذي قمنا به في نوفمبر. ما معنى هذا العمل الذي قمنا به، وكيف يمكن الجمع بين هذا الجيل وبين بين جيل السلف وجيل الخلف. هذا العمل يتطلب ماذا؟ يتطلب من البداية تحديد المفاهيم والمصطلحات، لأن تحديد المفاهيم والمصطلحات من شأنه أن يصحح بعض المفاهيم ويزيل بعض الغموض. أولا هذا اليوم غدوة أول نوفمبر الذي احتفل به يصادف عند أعدائنا عيد الأموات لا تنسى، وبالنسبة إليهم هو عيد أموات، بالنسبة إلينا هو عيد إحياء وأحياء، عيد الأحياء وعيد الإحياء، إعادة إحياء الذين كان البعض يعتقد أنهم ماتوا أو أنهم في شكل أموات. ثانيا النقطة الثانية هو أن هذا اليوم لم يولد صدفة كما يعتقد البعض، مش معنى أن المجموعة التي أعلنت يوم أول نوفمبر انطلاق هذا العمل أنه جاء هكذا بدون تخطيط طويل المدى وبدون إعداد واستعداد طويلي المدى، هذا كذلك ينبغي أن يعلم. أيضا ينبغي أن نتفهم اللغز، الكلمة كلمة السعي التي كان افتتح بها هي خالد وعقبة. ما معنى خالد ومعنى لماذا خالد وعقبة؟ هذا كذلك يدل على ما لهذه الطبع من جهاد وعمق في الجهاد. ثالثا هل نسميها طبع كما يقول البعض أو نسميها حرب كما يسميها الأجانب أو نسميها جهاد كما نسميها نحن؟ نحن نعتقد بأن بالنسبة إلينا هي جهاد، ولكن مع تصحيح معنى الجهاد، تحديد مفاهيم الجهاد، لأن الجهاد هو الدفاع عن النفس. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، إذا كان دفع ظلم، إذا كان إزالة ظلم فهو جهاد لحماية النفس والدفاع عن الوطن أو الدفاع عن النفس، وبالتالي فهو جهاد. أما عند أعدائنا فهي حرب، لأنه كان يقول الدكتور محمد أمين لا غير دالجيري لا غير ديستيرميناسيون. احنا نقول بأن كلما أوقدوا نار الحرب أطفأها الله. احنا بالنسبة لنا لا لسنا دعاة حرب، ولكننا إذا ظلمنا كما هو الحال في فلسطين أو كما هو الحال في الجزائر قبل فإننا ندافع عن أنفسنا، ولكن بجهاد تحدده ضوابط معينة، هذه الضوابط التي يحددها الإسلام الذي لا يختلف عن الضوابط الإنسانية في تحديد القوانين. أيضا هذا الصوت، صوت السلاح الذي انطلق يوم أول نوفمبر، هل من الأصوب أن نقول بأنه قد سبقه صوت القلم وصوت اللسان وصوت الكلمة؟ فصوت الكلمة وصوت اللسان وصوت القلم هي الضامن، هي المعد، هي الممهد لصوت السلاح. صوت السلاح يأتي تتويج لعمل توعوي، يأتي تتويج لعمل بنائي، يأتي تتويج لعمل إعدادي نفسي، لكي عندما يأخذ الإنسان السلاح لا يبيع سلاحه، لا يخون سلاحه، لا يخون وطنه. وهذا هو الشيء الذي ينبغي علينا أن نعلم بأن صوت القلم وصوت اللسان وصوت الكلمة هو إعداد لعزم ولإرادة ولصنع المقاومة التي ينبغي أن تدور. كذلك يخطئ أيضا من يعتقد بأن عمل نوفمبر هو عمل حزب معين أو زعيم معين أو جهة معينة، بل بالعكس هو عمل شمولي وجماعي ووطني.
علاش؟ لأن كل الفئات استقبلت الحدث بكل يعني ارتياح، بكل حماس، بكل استعداد، بكل مساهمة. وبالتالي تسقط هذه حكاية أن حزب بالذات هو الذي وضع هذا، أو زعيم بالذات هو الذي وضع هذا، أو جهة إقليمية معينة هي التي وضعت هذا. بل بالعكس، هذا كان تتويج لجهود عظيمة قام بها مجموعة من الناس. إذن مهما كانت قيمة الحزب الذي يوصف بأنه كذا، أو الزعيم الذي ليس هذا صحيحا، وإنما هو عمل جماعي تعاون على صنعه، أو تعاونت على صنعه مجموعة من العوامل. هذه العوامل في مقدمتها الظلم والقمع، لأن كان الشيخ عبد الحميد البليس يقول: تنهض الأمم بعاملين اثنين، بشيئين اثنين، هما العلم والظلم، إما بالعلم أو بالظلم. يقول: أما العلم فنحن منه فقراء، لا نملك منه شيء، أما الظلم فنحن منه أغنياء. فاللهم إن كنت تريد بهذا الظلم إنهاضنا فزدنا من الظلم. إذن الظلم والقمع هو عامل من عوامل إنشاء هذا. كذلك البطل الواحد في صنع النظام هو الشعب. ولذلك في الاستقلال عندما وقعت وقف القتال، كانت الشعارات التي كانت معلقة دائما: بطل واحد هو الشعب، بطل واحد هو الشعب. هو هذا الذي يعني انتهت إليه العملية حتى لا يقزم العمل في شكل شخص، أو في شكل حزب، أو في شكل جهة معينة. إذن الشعب هو الذي ولد المجاهد، ولد الشهيد، حمى المجاهد، حمى الشهيد، ساعد بالمال، ساعد بالسلاح، ساعد بالإيواء، وساعد بالفداء. إذن كل هذه العوامل هي التي ساهمت في هذا الجهاد حتى يصبح تلاحما للشعب بكامله. أيضا إن من المساس بحق نوفمبر أيضا التساؤل عمن قام به، والقول بأن مجموعة معينة أو جهوية معينة أو كذا هي التي قامت بذلك. كان إذن عمل نوفمبر كان جهاده كان عمل هدم وعمل بناء. عمل هدم كما يقال في الفلسفة، وعملية إخلاء أو بناء، أو كما يقال في المتصوفة التخلية والتحلية، هو هدم لأشياء كانت قديمة، أن هذا العدو لا يمكن أن يغلب، أن هذا العدو يملك سلاحا أقوى من سلاحنا، أننا يعني الضعف الهوى، يعني الوهن، يعني هناك يعني إخلاء النفوس والعقول من الوهن، وتسليح العقل وتسليح القلب وتسليح النفس بالإعداد الكافي لتحمل هذا العمل. إذن الاحتفال بالمئوية الأولى كما نعلم جميعا كان هذا أيضا عامل من عوامل إخلاء وعملية البناء، لأنهم قالوا بأنه بعد يعني 100 سنة لم يعد هناك إسلام، لم يعد هناك لغة، لم تعد هناك وطن موحد، وإنما أصبح شعب يعود إلى أصله اللاتيني ويعود إلى أصله كذا وكذا. ولكن نقل عن الإمام عبد الحميد البديس في تلمسان أنه قال: سجلوا عني أن فرنسا لن تحتفل بالمئة الثانية، أي كانت الأسباب لن تحتفل بالمئوية الثانية. وهذا تنبؤات عالم يعني ملم بواقع وطني وملم بواقع القوانين الإنسانية كما يجب أن تكون. أيضا السؤال هو: أين موقع جمعية العلماء من كل هذه الوقايع، من كل هذه العوامل؟ كيف نحدد مكانة جمعية العلماء في هذا؟ نقول بأن جمعية العلماء هي التي وضعت أسس الجهاد عندما وضعت له الثوابت. الثوابت التي ما زلنا إلى الآن نعدها هي الثوابت الوطنية، من إسلام ومن عربية ومن وحدة وطنية. وجمعية العلماء هي واضعة هذه الثوابت التي هي المقومات المضادة للزلازل. فهذه المقومات المضادة للزلازل هي التي وضعتها جمعية العلماء، ووضعت
أيضا معها القواعد التي تحمي من الوقوع في الهزيمة والتي تحصن الذات لبلوغ الهدف المنشور. وهذه هذا عامل ينبغي أن يحسب له ألف حساب. أيضا الذين أعلنوا الجهاد في نوفمبر أي مجموعة 22 جسدوا بالفعل ما كان يعد بالقول، يعني الثوابت التي أعلنها ابن بديس وجمعية العلماء والعلماء بوجه عام جسدوها عندما قالوا كما استمعنا منذ قليل أن هذا الجهاد أو تكوين يعني دولة في نطاق المبادئ الإسلامية، والمبادئ الإسلامية تنص على ماذا؟ أن لغة الإسلام هي اللغة العربية، وأن الوحدة الوطنية هي الوحدة الأساسية، وأن العمل الحقيقي لا يمكن أن يكون إلا بذلك. وبذلك فإن الشيخ عبد الحميد بن بديس الذي وضع الأسس والقواعد كان ذلك في 1937، وهو الذي طالب في إحدى مقالاته كونوا جبهة موحدة لا يمكن التفاهم إلا معها. هذا في 37 من يتثق هذا الكلام، لكن يأبى الله إلا أنه في 52 أو 53 تكونت جبهة الدفاع عن الحريات الديمقراطية التي كان الشيخ العام التبسي هو رئيس هذه الجبهة، وكان فيها الحزب الشيوعي والحزب البيان وحزب الشعب كانوا كلهم تحت قيادة الشيخ العام التبسي. إذن هذه الجبهة اللي نادى بها الشيخ بن بديس وتكونت في 53 هي التي تأسست بعد ذلك لتحمي الجهاد كما كنا نقول. إذن الذين أعلنوا الجهاد هم الذين إثبات الذات المتميزة هي التي جعلتنا نقبل على إقدام على هذا الجهاد دون خوف ودون وهن وما إلى ذلك. إذن العمل من أجل الخلاص كان يتمثل في إثبات الذات المتميزة، وأيضا توعية الجيل الجديد بحقيقة وجوده وتحديد وعقد الأمل فيه. عندما يقول الشيخ بديس يا نشأ أنت رجاؤنا، لما نعود إلى هذا النشيد نجد فيه المعالم القوية للدولة المستقبلية. يا نشأ أنت رجاؤنا وبك الصباح، خذ للحياة سلاحها وخذ الخطوبة ولا تهب، اقلع جذوع الخائنين، اهزم نفوس الجامدين، اذق نفوس الظالمين. كل هذه المبادئ والقواعد هي التي مكنت من تحسين الذات ومكنت من إعطاء هذا هذه الضمانات لتحقيق الهدف. إذن كل عندما نتأمل عنده أيضا قصيد ثاني اللي ما نتكلموش عليه كثير، وهو اشهدي يا سماء واكتبن يا وجود إننا للحما سنكون الجنود. هذا كذلك مشير الشيخ عبد الحميد بن بديس، سنكون الجنود، ما قال سنكون العلماء العاملين، سنكون الجنود، فنزيح البلاء ونفك القيود ونذيق بعد كل عات كنود، هكذا 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 سنعود. هذا الكلام يعني ما فيش ما أوضح منه، فيش ما أوضح من هذا الكلام. هذا كله إسهام عملي في التخطيط لما وقع في نظام بأسابة عبد الحسين من العلماء، ومش إلا فقط الشيخ عبد الحميد بن بديس، كل العلماء نجدهم. محمد العيد آل خليفة عنده نشيد كنا نحفظه احنا نطلع، صوت بعيد المدى هل يجاب، نداكم للفداء بعقاب، إلى الفداء إلى الفداء يا شباب. هذا نشيد كنا نحفظه احنا. إذن هذا كذلك إعداد نشيد قصيدة الشيخ محمد سحنون، لا تطل لومي ولا تطلب نشيدي، أنا في شغل بتحطيم قيودي. إذن تحطيم القيود ما هي؟ أغني ويدي مغلولة، أغني وكذا، يعني لا أغني قبل أن أجني المنى وأرى الإسلام خفاق البنود. هذا كلها يعني إحاسات تدل على أن جمعية العلماء كانت تعد لهذا اليوم، وأمثلة عديدة على ذلك ليس المجال للحديث عنها، ولكن يعني لفتح الشهية في النقاش والحديث. لكن أختم بكلمة أو كلمتين، الطلبة الذين كانوا عند الشيخ عبد الحميد بن بديس كان يقول لنا أحدهم في ندوة من الندوات عقدناها في علي بومنجل، قال عندما نجو أول سنة عندما ندخل لعند الشيخ عبد الحميد بن بديس في الجامعة الأخضر أول سنة، يسألنا من منكم أدى الخدمة العسكرية ومن اللي ما أداش، قال الذين أدوا يقولنا تعالوا من هنا من جهة منا، اللي أدوها يقولوا ما أدوش يقولوا منا، إحنا اللي أديناه وشقنا يقول لنا هل تعلمتم استخدام السلاح، قالوا قولوا نعم،
طاردون. إذن حافظوا على هذا الشيء اللي تعلمتوه، سيأتي يوم نحتاج إليكم فيه. أيضا الشيخ محمد صالح بن عتيق يقول بأنه ناداني الشيخ عبد الحميد بن السميلة وقال لي أنا أسألك سؤال، هل أجد 10 مخلصين الآن لو أعلنت الجهاد باسمهم سيكونوا مستعدين؟ هذه كلها جماعة علامات، يعني ويجوا الآن من يقول لنا باللي التحقت في 56 والتحقت في 57 وما التحقتش خلاص، يعني هذا كلام أصبحنا نقول بأننا نقول العكس، نقول هم الذين التحقوا بجمعية العلماء وليس العكس. والسلام عليكم.